رسول الله الرسول في القرآن في الدين يسر لتفاصيل حياة الإنسان كي يقضيها بسعادة وهناء يتحض على الاعتراف بالذنب لأنه فضيلة والعودة إلى الصواب لأنها راحة للبال. كان نبهان التمار رجلاً يبيع التمر، بينما هو في السوق يعرض بضاعته أتته امرأة حسناء جعلت تساومه على سعر بضاعته. أعجب نبهان بجمالها وكلامها، وفي غفلة عن الأعين أسرع وضمها إلى نفسه وقبلها فهربت. عاد التمار إلى بيته وبدأ يذكر ما فعل، فندم كثيراً حتى أنه لم يعد يستطيع النوم، وما كان منه إلا أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني فعلت شيئاً فاحشاً يغضب الله ويغضبك، وإني نادم حقاً على ما فعلت. وحدثه بما كان، فانتظر النبي الجواب من الله، وكان هذه الآية الكريمة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله محمد رسول الله. الحديث النبوي. أكرم الله عباده بأيام وليال مباركة ليختلوا بأنفسهم ويذكروه فيها ويتوبوا عن أخطائهم ويعودوا إلى جادة الصواب. ومن أبرك هذه الليالي ليلة القدر. من الإيمان قيام ليلة القدر. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً
غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا وردت رواية هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، وهو أول وأقوى الصحاح الستة. وقد وردت رواية الحديث ذاته في صحيح مسلم على النحو التالي: أما في سنن الترمذي وجاءت في سنن أبي داود وفي سنن النسائي، وختاماً جاءت في رواية ابن ماجه. محمد رسول الله. ألهمت صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة الأدباء والشعراء، فنظموا قصائد المديح النبوي تقرباً منه وطلباً لشفاعته. الصابر البر الرؤوف المرتضى، الماجد الندب الكريم السيدي، الصادق المصدوق والبدر الذي عم البلاد بنوره المتجددي. الصابر البر الرؤوف المرتضى، الماجد الندب الكريم السيدي، الصادق المصدوق والبدر الذي عم البلاد بنوره المتجدد. نجى به الله الأنام من الردى والناس في ليل الظلام الأسود، لا ينقضي بين الورى إعجازه، فدليله في اليوم باق في غد. نجى به الله الأنام من الردى والناس في ليل الظلام الأسود، لا ينقضي بين الورى إعجازه، فدليله في اليوم باق في